برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي سيادة النائب طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري. أهلا بحضرتك معنا. يا رب الوقت يكفي لأنه لازم أتكلم معاك في العقارات، ده موضوع مهم جدا. 23 كان أخبارها إيه و24 بتتوقع لها إيه، وخصوصا أنه طبقا لمتابعتي أن في إقبال من الناس على كبير جدا. تمام، نبدأ بالتصالح، قانون التصالح طبعا. لأنه سيادة الرئيس صدق عليه من قريب، والقانون بيهم ناس كل كتير الناس. كل الناس، مطلب جماهيري صحيح. مصري في حالات معفاة، في حالات معفاة من رسوم الفحص كل اللي تقدموا لقانون 17 لسنة 2019 سددوا رسوم 25% التصالح ولم يبت في أمورهم ولم يأخذوا أي استمارات لا 9 ولا 10 ولا 4 ولا 5 بيتم التقديم مرة أخرى دون أي رسوم فحص، حفاظا على حقه السابق ان هو اوريدي دفع 25% بقاله سنتين او ثلاثه. ودي الحقيقه بتدي رساله ان الدوله مش بتسعى للرسوم. الراجل اللي دفع من سنتين طالما انه ما خدش الموافقه النهائيه بالتصالح او حتى بالاعتراض بالرفض بتقبل ان هو يقدم على القانون الجديد دون اي رسوم فحص. ايوه، ودي ميزه اداها القانون الجديد للناس اللي اتعاملوا على القانون القديم. ما كانتش موجوده. لا، هي القانون القديم كان بياخد رسوم فحص. ما انا فاهم. الطبيعي انه لما القانون ده اتعدل فالناس كانت بتتوقع ان يبقى فيه رسوم فحص جديده. احنا في البرلمان ومع الساده الوزراء شفنا، وده كان كلام صح جدا، ان مصلحه المواطن، القانون ده في الاخر قانون استثنائي. صحيح. معمول لفتره محدده عشان يعالج مشكله قديمه وموروثه ووضع خط فاصل بين مرحله كبيره جدا من الفوضى في العمران والمخالفات الى مرحله فيها انضباط شديد قادمه. ايوه. وبتعتبر في تقديري الشخصي فرصه تاريخيه للمواطنين. صحيح. ان هم يقدروا يقننوا اوضاعهم، ياخد مرافق بشكل رسمي وقانوني. بالظبط. وبالسعر الرسمي، مفيش اي ممارسات. بالظبط. ويقدر يخلي الممارسات دي كانوا بيدفعوا عليها فلوس كتير. عاليه. كهرباء بيدفع ممارسه سعر عالي جدا كده، تدفع رسوم الميه والكهرباء والغاز بالسعر الرسمي. ايوه. ووحدتك تقنن، تقدر تسجلها في الشهر العقاري، تقدر تاخد عليها قرض في التمويل لو حبيت. أوكي. سعرها يبقى سعر عادل، لان الوحده المرخصه والمسجله والشرعيه غير الوحده اللي مبنيه بالمخالفه وملهاش ورق. طبعا. دي يمكن الصحه ارخص. طبعا. اللي يمشي صحه ارخص. طبعا. طبعا. عشان كده هتدي ميزه كبيره قوي للمواطنين، قانون التصالح ده يعني هديه للمواطنين ان هو يقنن كل الاوضاع السابقه. هايل. في تقريبا تقدموا 2 مليون و 8 من 10 القانون اللي فات طلب. القانون السابق، القانون 17. بالظبط. هل في اعباء اضافيه على هذه الطلبات في القانون الجديد؟ لا، الحقيقه القانون اللي فات اتقدم 2.8 من 10 اللي تم البت فيهم وحصلوا على الثمره 10 لا يتجاوزوا 100-105 ألف بنسبة 4%. وده كان الفلسفة الحقيقية والسبب وراء انه طالما ان القانون لم يؤتي ثماره والقانون القصد منه مصلحة المواطن، قصد منه التأثير على المواطن، قصد منه التنظيم، يبقى كان هناك بعض النقاط اللي يجب اعادة فحصها. عشان كده صدر القانون الحالي علشان يحل المشكلات. فبالتالي المتبقيين اللي هم 2.7 مليون إذا قدموا طبقا للقانون الجديد، ده المتبقي هو في 100 ألف بس اللي خدوا استمارة 10، وبالتالي هو طعمه قنن كده خلاص. تمام. اللي هم 4%. تمام. إنما 96% ما خدوش أي استمارات ولم يتم التصالح معهم. أي. سواء لأسباب ليها علاقة بإن القانون اللي فات كان عنده محاذير بيرفض بعض التصالحات تم إقرارها في القانون الجديد. زي خط التنظيم، زي حقوق الارتفاق مع الجار، زي الارتفاعات كان بيعتبرها إنه مش هيقبل تصالح عليها. بالظبط. في حاجات كتيره تم حلها في هذا القانون، فاصبح الناس اللي قدمت في القانون اللي فات وكان عنده محاذير بتوقف طلبه وبترفضه، بقى لهم الحق وبدون رسوم فحص انه يقدم طبقا للقانون الجديد. وبالتالي كل ال 2.7 زائد ناس تانيه جديده هينطبق عليهم القانون فور صدور اللائحه التنفيذيه. بنتكلم في قد ايه في اللائحه؟ انا في تقديري بين شهر وشهر ونص. هايل. وده وقت قليل جدا. عشان كده بقول يعني انا بتوقع انه في فبراير هيكون في صدور للائحه التنفيذيه، ممكن يكون نص فبراير اخر فبراير. كويس. بس قبل رمضان ان شاء الله هتكون. قبل رمضان ده اكيد ان شاء الله. ده وعد ان شاء الله. أكيد. قبل رمضان اللائحه التنفيذيه. اللائحه طبعا مع وزاره الاسكان، لكن احنا بنتابع مفهوم. يعني مع المعنيين. مفهوم. واحنا شايفين ان الوزاره مهتميه جدا بانها، لانها فاهمه اهميتها للمواطن الحقيقه. أي. القانون ده قانون بيعمل انفراجه كبيره قوي للمواطن. صحيح. ف شريحه كبيره
ومشاكل كتير عايزه تتقفل وعايزه تنتهي الملف ده الى المراجعه. والمواطن عايز يستريح بقى ويستقر وبنعمل له اللي في مصلحته ويدفع رسوم بالتقسيط. والقانون الحقيقه فيه مميزات كتيره، يعني لما نحب ننتقل ليه خطوه خطوه هتشوف أيوه. مميزات كتيره جدا. اهم المميزات ايه؟ يعني اول حاجه انه القيمه برغم الارتفاع الكبير وفرق سعر العمله ما زادتش خالص ولا مليم على محدود الدخل. احنا بنتكلم من 50 جنيه ل 2000 جنيه في القانون السابق، والقانون الحالي من 50 ل 2500 ولا يزيد عن 2500 المره دي في القانون الحالي. اذا اللي زاد مقابل إيه؟ التصالح للمتر المسطح من 50 الى 2500 لا يزيد عن 2500 في القانون الحالي. اما القانون اللي فات معقولة؟ طبعا القانون اللي فات اللي كان من 3 4 سنين كان من 50 ل 2000. حرصنا في القانون ده وكان انه يفضل 50 زي ما هي، لان في الاخر الراجل اللي في القريه او اللي في النجع او اللي اخواتنا واهالينا امكانياتهم اقل ما زودناش عليها برغم تغير قيمه الجنيه. فبالتالي 50 جنيه رقم بسيط للغايه. لو واحد بيصالح على 100 متر هيدفع 5000 جنيه بالظبط قسط على 3 سنين مع قسط على 3 سنين كمان من غير فوائد. من 3 سنين مفيش فوائد، 5 سنين يبقى في فوائد. تمام، لو هيدفع على 5 سنين يدفع فوائد 7%، لكن لو هيدفع 3 سنين بيدفع كاش اعتقد ليه خصم 25%. خصم 25%، لو بالتالي ال 5000 دي تبقى 3700 جنيه لو دفع كاش. لو دفع كاش على 100 متر على 100 متر لما يبقى المتر 50 3750 جنيه. كلام بسيط جدا جدا هيل. يخلي الناس كلها تتشجع، يخلي الناس كلها تقنن وضعها، يخلي الناس تعمل خط بقى بين المرحله السابقه والحاليه. صحيح، وكمان الناس تشعر ان هي بقت في امان وسلام، ما بقاش عندها مشكله ولا جنحه، ما حدش كل شويه يجي يقرفها، ما حدش كل شويه يجي يبتزها ولا جنحه ولا مخالفه قانونيه ولا حد من الحي ولا غيره. وكمان الاجراءات المره دي خدت محاور مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي هي ما هي العقبات في القانون السابق؟ القانون السابق كان مشكلته اللجان. اللجان كانت بتاخد وقت طويل، اللجان ما كانتش بترد، اللجان قعدت سنين دون ان تحسب سوى 4%. المره دي ليه؟ عشان كان بيستلزم معاينه. المره دي قالوا لا، انت تقدر باستكمال مستنداتك طالما انت خدت التشيك ليست بتاعتك كامله تقدر ان انت تصدر الموافقه على التصالح فورا دون معاينه. بقى حقيتك انت كلجنه ان ليك 5 سنين من تاريخ اصدارك للموافقه انك تنزل تشيك على صحه المخالفة. في حالة ثبوت ان الراجل قال كلام الصحيح تقدر تحاسبه، لكن انت تقدر تطلع الموافقة بشكل قانوني، ما عندكش اي التزام كلجنة بانك تنزل تعاين، ما بقاش في الزام المعاينة اللي هي كانت المدة اللي بتطول والاعاقة اللي بتحصل بسبب ان انت عايز تنزل تعاين. هتعاين كام واحدة في اليوم؟ 2 3 5 يبقى هتوقف الناس طوابير وراك. انما النهاردة تقدر تعمل بموجب مستويات الورقية فقط، تطلع مصالحة مكتبيا وترجئ المعاينات إلى عندك 5 سنين تعاين فيهم طبقا لصحة القانون. هايل. الناس بتدفع جدية تصالح 25%. 25% واللي تقسط الباقي على 3 سنين من غير فوائد أو 5 فوائد. كلام واضح. طيب القسط عفوا موقف طلبات التصالح والتظلمات اللي اتقدمت في ظل القانون السابق اللي ما تبتش فيها لقى حقيقيه مباشره انه يقدم طبقا للقانون الجديد، واللجنه هتنظره وبدون اي رسوم فحص. يعني اللي قدم وما اتفحصش او اللي قدم واترفض كلاهما له حقيه في القانون الجديد الاثنين. واحد اللي اتقدم وما اتفحصش هيتفحص فورا وفي الزام للجنه انها تفحصه. الزام من غير رسوم. واللي اتقدم واترفض هيدفع رسوم فحص جديده ويقدم مره اخرى بدل ما يعمل تظلم اذا كان في مده القانونيه للتظلم بتاعته. فبالتالي عنده الاثنين عندهم اتحيه. كويس. اللي اترفض واللي ما تردش عليه. اللي ما تردش عليه ده فورا ليهم فرص. فرصه من جديد. ما زالت الفرص موجوده. طبعا. طيب فكره اللجان يعني مش هتاخد وقت. لا بالعكس، ما انا لسه بقول لحضرتك اللجان كان مشكلتها ايه الاول؟ المعاينه. اللجنه مكونه من 2 3 لازم يعينوا عدد كبير يومي عشان يقدر يطلع انتاجيه. النهارده القانون الجديد سمح له انه طالما استلم كل المستندات انه يطلع موافقه على التصالح بدون المعاينه، واداله احقيه لمده 5 سنين مستقبليه، يقدر ينزل كمان شهر 2 6 سنة 2 لغايه 5 سنين عشان يشيك على ما يراه مناسبا للاطمئنان على الموافقات اللي اصدرها، وهو كده ما عندوش غلطه قانونيه، القانون سمح له بكده. طيب ست لو هو خد الموافقه وهيقسط ودفع الجدية يقدر يستكمل البناء؟ لا استكمال البناء طالما خد الموافقة ولا لازم بعد السداد؟ لا استكمال البناء ده موضوع تاني. استكمال البناء ده
على اللي في القانون القديم. ايوه. اللي اتصالحوا على الاعمده وخدوا التصالح فاصبح عنده موقف قانوني. اه. هو ده اللي من حقه انه يصب السقف. آه. في القانون القديم. ايوه. اتصالح. ايوه. فاصبح التصالح ده موقف قانوني. آه. احنا احترمنا كل المواقف القانونيه الصادره عن القانون السابق. ايوه. يعني من باب ان الدوله تستمر في درجه الاحترام والعداله مع المواطن بشكل كبير. كويس. احنا بنعمل قانون للتصحيح والتسهيل. لكن ما بناخدش اي حق من القانون اللي فات. أيوه. القانون اللي فات كل من تحصل فيه على موقف قانوني. أيوه. مستمر وحقه وفاليد 100%. تمام. فبالتالي اللي خد تصالح على عمدان يعني هو كان باني عمدان وخد عليها تصالح من حقه ان هو يعمل السقف. اما في القانون الجديد فهو هيقدم على السيتويشن الجديده. ايوه. اللي هي اتحددت كثير من النقاط اللي كان فيها مشاكل قبل كده فتحها. زي ما قلت سعاده خط التنظيم. كان اي حد داخل خط التنظيم لا يقبل التصالح بتاعه. ايوه. النهارده بيقبل اذا جهه الاداره وافقت. الارتفاعات لو كان بيخالف ارتفاعات القوات المسلحه او الطيران المدني كان الطلب لا يقبل. لا يقبل يعني لا ينظر اليه. ايوه. يعني اللجنه ما تاخدوش اساسا يعني تحطه على جنب. تمام. انما دلوقتي لا، اللجنه بتقول له والله تعالى نشوف هيئه الطيران المدني والقوات المسلحه موافقه على الارتفاعات الجديده من عدمه. بتتعارض مع الطيران المدني؟ بتتعارض مع القوات المسلحه ولا لا؟ لو الجهتين دول قالوا لا احنا ما عندناش تعارض في الحته دي بيقبلوا التصالح بتاعه. طيب. حتى حق الارتفاق اللي هو المسافه البينيه بين العماره والجار. ايوه. اتحلت واتحلت بشكل جيد. لو واحد باني اوضه غفير مش تمام. عارف اي استخدام. ايوه. والجار باني زيه بعدها ان كلاهما تعدى على حق الارتفاق. اه. من حقه يتصالح عليها دون موافقه احد لان الاثنين تعدوا على الخط. تمام. طب لو واحد تعدى والتاني ما تعداش. ايوه. لازم ياخد موافقه الجار اللي ما تعداش لان معناها انت اللي جيت على حقي. ايوه. وانا ما جيتش ناحيتك. تمام. فبالتالي انت تاخد موافقتي ان انا موافق انك تتصالح لكن القانون بيسمح بالتصالح. تمام. في فرق بين السماحيه بالظبط ان حقك تقدم بالظبط والقانون بيقبل وفي فرق بين ان انت محتاج شرط لقبول الطلب بشكل نهائي. سواء موافقه الجار، سواء الدفاع المدني. أيوه. الدفاع هيئه القوات المسلحه. نعم. او الطيران المدني. دي موافقات بقى ممكن الجهة الإدارية توافق عليها ويقبلوا الطلب اللي كان الأول بترفض في القانون اللي فات. طيب اسمح لي أطلع فاصل. طبعا. بعد الفاصل الناس بعت على قانون الإيجار القديم، تعرف المشاكل بتاعة الشقة أمو 3 جنيه طبعا وصاحبها و والأهم كمان نسألك عن مسألة التطوير العقاري 23 كان الإقبال عامل إيه على البيع والشراء وشايف 24 إزاي، بس بعد الفاصل. طبعا. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب ايضا بسياده النائب طارق شكري رئيس مجلس اداره غرفه التطوير العقاري. معلش انا معايا تليفون هناخده سريعا عشان بس احنا قايلين الناس تبعت لنا على الصفحه مدام ايمان اتفضلي. مساء الخير يا مدام. مساء النور اتفضلي فندم. مساء الخير يا باشمهندس طارق. اتفضلي. انا عندي مشكله في حكايه البدروم والارض. القانون اللي فات كان مسموح بالتصالح عليه، القانون ده قفل التصالح عليه. طب انا عايشه في بيتي دوت بقالي 18 سنه واخداه قبليها كمان بخمس سنين وقعدت اوضب فيه، يعني شقه عمري ضاع في البيت بتاعي. ايوه. طب دلوقتي اتصرف ازاي؟ الحل حضرتك قدمتي في القانون اللي فات ولا لا؟ للاسف سددتي 25% في القانون اللي فات على البدروم من عدمه. لا للاسف انا ما قدمتش بس انا مجهزه ورقي بس جوزي الله يرحمه مات في كورونا في التوقيت بتاع القانون اللي فات. حبيبتي بقى ده خلاني مش ما قدرتش اقدم ساعتها بس انا مجهزه ورقي كنت على اساسها اقدمه في القانون الجديد. ايوه. طب خلينا بس وقفتوه. تمام. طيب هنجاوب لحضرتك اتفضل. القانون القديم سمح بالتصالح في البدرومات بتغيير النشاط من جراج او مخازن الى سكني. نعم. لسداد الرسوم. القانون الجديد شاف انه فكره ركن السيارات في الشارع والازدحام المروري غير مقبول وانه الفكره دي لو تعممت هينتج عنها ان تتحول كل البدرومات الى يعني سكن او الى مكاتب وبالتالي هيبقى مزيد من التكدس سيف كومباوند هيبقى مزيد من التكدس المروري. هو الفكره انه ما في الاخر عربيات تبقى بره. تمام. انا ما اعرفش الحقيقه بس انا فهمت ضمنا كده. انا ما اعرفش بالظبط ما قالتش يعني. ما وضحتش. فالقانون الجديد حظر الدور البدروم ان هو يتحول الى
اي حاجه غير الاستخدام المخصص ليه. لكن انا بشوف الحقيقه انه لو حال الواقع ان هي بانيه من تاريخ سابق بالظبط تقول لك بقالي 18 سنه ما يفيد ذلك، قد يكون انه ممكن ينظر الامور دي في مرحله اخرى، لانه الوضع الحالي كقانون بيمنع القانون الحالي بيمنع التصالح على البدرومات، وبالتالي القانون الحالي مش محدد السنه. لا، القانون الحالي بيمنع انت بتقدم طلب تصالح. نعم. انت قدمت على القانون القديم. هي معانا سريعا استاذه ايمان اتفضلي، ما اعرفش ان حضرتك معانا. هي قالت ان هي ما قدمتش، فبالتالي ما بقاش عندها فرصه لتطبيق القانون القديم عليها. تمام. القانون الجديد عايزه تقولي ايه يا استاذه ايمان؟ اللي قدم في القانون القديم اخذ تصالح على ايوه ما انت ما قدمتيش. انا باكد، انا بقول اللي قدم خد تصالح. احنا كتير على فكره ما عرفناش نقدم، فانا بالتالي دلوقتي انا معرضه دلوقتي ان يتعمل لي قضيه. انا ست كبيره دلوقتي وولادي ورثه. هيبقى دايما في تطبيق القانون في يعني مشكلات زي دي هنشوفها بالزبط. في التطبيق، واحنا عملنا تصحيح قبل كده على المشكلات اللي شفناها. أي. هنشوف برضو ايه اللي هيحصل في تطبيق القانون في رب. هذا العام في بعد 24 مع التطبيق بعد اللائحه التنفيذيه بعد اللائحه التنفيذيه اهتموا بينا عشان احنا خلاص ما بقيناش عارفين نتصرف. حاضر، تمام، اشكرك، تحت امرك استاذ ايمان. باشمهندس طارق، 23 كان في اقبال على شراء العقارات كبير جدا كبير جدا. ليه بقى؟ ما شاء الله. لان الحقيقه الناس شافت في معادلات حقيقيه وفي تجارب كل الناس قالتها لبعضها انه في التغيرات اللي بتحصل دايما في الاقتصاد العالمي. أي. اللي بيأثر علينا بينتج عنه تغيرات محتمله في الانفليشن، في التضخم. أيوه. وفي سعر الصرف. صحيح. الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تمتص هذا التغير الكبير والحاد هو العقار. لأن العقار مسند إلى العملة. العقار مكون بتاعه حديد، في جزء بلد جاي من برة، أسانسيرات جاي من برة، نحاس جاي من برة. فهو أصلا مسند إلى تحليل بالعملة. فلما بيحصل تغيرات سعر العملة أو تغيرات التضخم بيكون تغير سعر العقار أكبر منهم. وانا كنت عملت جراف كده قبل كده. أيوه. اقارن فيه بين التغير الحاد والاستثنائي في سعر الدولار وبين التغير في سعر العقار. صحيح. فلقيت ان العقار اعلى اكثر ارتفاعا من الدولار. من الدولار اللي هو خد تغير ومنحنى عالي جدا ما لم نشهده الا في الفتره الاخيره. صحيح. مجموعه الاحداث المتراكمه اللي مع بعضها، حروب على كورونا، على غزه، على غيره. كل أيوه. الكلام ده نتج عنه اضعاف للعمله، تغير في سعر الصرف. الحاجة الوحيدة اللي امتصت هذا الكلام وتجاوزت عليه، تفوقت عليه، هو العقار. فالناس لما شافت المعادلة دي، شافتها عند قرايبها وأصدقائها، بدأت تتوجه ان هي تحط مخزن القيمة عندها للفلوس اللي معاها في العقار. فحصل إقبال كبير جدا على كل مستويات العقار. السكني والإداري والتجاري، كل مستويات، والمتوسط والمرتفع، كله حصل ارتفاع كبير، لدرجة ان مبيعات هذا العام هتقارب لأول مرة في تاريخ مصر ما يتجاوز التريليون جنيه. ما شاء الله. مبيعات العقارات على مستوى جمهورية مصر العربية بكل الأنشطة هتتجاوز التريليون جنيه. وده رقم كبير وبيعبر عن الحقيقة. بيعبر عن الحقيقة. على إن الناس دايما نوعين. ناس عايزه تسكن ومحتاجه تطور سكنها، وناس عايزه تحافظ على فلوسها. وزياده سكانيه بتحصل وهيفضل الاستثمار في العقار دايما بيحقق نتائج ايجابيه، والناس جربت وشافت واطمنت. عشان كده شفنا مبيعات استثنائيه هذا العام، وتقدير العام القادم هيكون مشابه للسنه دي ان لم يكن اكتر. في البيع، في المبيعات وفي الاقبال. في الاقبال طبعا. ما هو يعني اللي واخد من سنتين لو قارن بالاسعار ثلاث اضعاف. فبالتالي اي تغير في اي سعر عمله هو كسبان. واحنا دايما كنا حريصين كغرفه تطوير عقاري على ان احنا المشتري لا يمس في تغيير السعر، وده اللي حصل. فبالتالي انت اشتريت بسعر رخيص برغم التغير الحاد على المطور وبرغم التكلفه الكبيره على المطور اللي ممكن تحقق له خسائر، وده اللي حصل. ما عملناش اعباء على مشتري الوحده، وبالتالي هو معلتش خالص. عندك معلتش ولا عند اي حد ممنوع القانون رغم غلاء الحديد والاسمنت خالص. احنا اعتبرنا ان المشتري بيعمل هيدجنج على السعر، وبالتالي بيحقق ربحيه وبيشوفها بعينه مع تغير السعر، ودي اللي بتخليه يشتري تاني ويجيب قرايبه ويحصل رواج في هذا السوق. السوق ده مهم جدا للاقتصاد المصري. ايوه.
أكتر من 20% من الناتج المحلي بيجي من هذا السوق، أكتر من 5 مليون عامل بيجوا من هذا السوق، اشتغلوا صحيح، ضرائب وتأمينات وتوظيف وفرص مباشرة وغير مباشرة لا تتخيليها. غير أهم حاجة إنه هو بيتعامل مع العامل البسيط، أيوة طبعا، اللي هي يعني اليومية هي اللي بتعيشه. أيوة. بالتالي استمرارية تحريك هذا السوق والمحافظة عليه مهم، نوع من أنواع الأمن القومي الحقيقي. الضيوفنا الغير مصريين اللي موجودين 9 مليون مقبلين على شراء العقارات في مصر جدا، حضرتك احنا شايفين اقبال كبير جدا من الساده السودانيين والسوريين واليمنيين والعراقيين والليبيين وكله، لانه هو الحقيقه شايف ان البلد الوحيده اللي بتستضيف كل الجنسيات بلا تفرقه وفيها استقرار بنادم علينا، والبلد الوحيده اللي ما بتحسش فيها ان انت مواطن من درجه تانية، بتحس انك زيك زي المصري او غريب، لان البلد دي يعني ترحابه صحيح، البلد دي يعني الدوله كلها ما بتشوفش ما بتعملش اي تفرقه بين الضيوف اللي عندها اللي بيعتبروهم ضيوف فعلا. أيوة. وفي بلدان اخرى بيبقى لها اسلوب اخر في التعامل، فبالتالي بيشوفوا ان مصر هي الدوله الاقرب الى قلوبهم. مش عارفه ينفع اسالك السؤال ده ولا لا؟ ينفع. هتغلي في 24 ولا مفيش مطور عايز يغلي؟ المطور مصلحته ان تكون الاسعار اقل عشان يبقى البيع اكتر والرواج اكتر. لكن اذا مدخلات الصناعه ارتفعت والمطور لابد ان يكون ملتزما عشان يقدر يسلم وحدته في ميعاده، هيقدر يعيد حسابات تكلفته. أيوه. اذا حصل استقرار في الاسعار أيوه. يبقى لا مجال للتغليه. اذا حصل تغير في الاسعار وبالاخص ان احنا عندنا حاجات احنا لا نحكمها صحيح، بتتكلم عن بلت بيجي من بره صحيح، بدولار بشحن بتامين صحيح، بتتكلم عن نحاس، بتتكلم عن اسانسيرات، بتتكلم عن اشياء كتير، اي زياده في سعر العمله جايه هتعلي العقد غصبا عنك، مش مزاجك، لان هي في الاخر مدخلات، وفي الاخر بالزبط. المطور ملتزم انه ينفذ بالسعر التعاقدي حتى لو حصل تغير في السنوات، فبالتالي فاللي يتعاقد النهارده يلحق هو اللي كسب. كل شويه هيحصل متغير غصبا عنك، هتلاقي نفسك المعادله اتغيرت ارتفاعا. ايوه. فانت مش هتقدر تعمل معادله بالخساره او معادله ما تعرفش تلتزم فيها. بالظبط. انت انا دايما معني اقول جمله، العقار تسليم. ايوه. العقار تسليم. انا احس ان انا ما امتلكتش حاجه لما استلمها واخلص اللي عليا. انا بدفع اقساط بس اول ما استلم الوحده انا كده استفدت بتاعتي. اقدر اسكن، اقدر اجر، بقى عندي يعني منتج. حاجه في ايدي. منتج. صح. العقار عشان يتسلم لازم يكون المطور عنده قدره على ان هو ينفذ بالاسعار اللي هو بايع بيها، دي قايمه على مدخلات صناعه بتتغير. أيوه. لو اتغيرت ارتفاعا أيوه. هيبقى يكبر على الارتفاع. أيوه. تقديرنا وتوقعاتنا كده انه هيحصل زياده. طبعا. ما الدنيا كلها في زيادة صحيح، فاللي يلحق النهاردة أحسن أكيد من بكرة. الوقت خلص مع حضرتك بسرعة، لكن ما ينفعش ما اسألش أسئلة الصفحة سريعا. الناس بتقول لي يسقط قانون الإيجار القديم الفاسد الذي أفكر الملاك وأكل أموال الناس بالباطل، هل في أخبار جديدة عن هذا القانون نقولها للناس؟ الحقيقة طبعا هو يعني أنا اتفق تماما بان هذا القانون لابد من نظره حقيقيه ليه، لانه موروث 65 سنه. نعم. ولكن في كل اللقاءات بتحدث على ان هذا القانون يبدا من الحكومه. ليه يبدا من الحكومه؟ لان الحكومه هي اللي هيبقى عندها الاحصاءات والمعلومات الكافيه. نعم. اللي تحط بيها المقترحات اللي تعرض على البرلمان، والبرلمان ممثل في لجنه الاسكان ولجنه في اخبار بتقول ان الحكومه بتشتغل عليه وانه حضراتكم جاهزين في البرلمان. احنا جاهزين لاستقباله. علشان هنعمل 3 حاجات هي هتكون رمانه الميزان في هذا الموضوع. بعد واحد، المناقشه المجتمعيه للطرفين. هايل. لسماع كل الاطراف بحياديه كامله. تمام. البرلمان سيكون حياديا. تمام. هيسمع كل الاطراف. 2، قراءه المشهد من جانب الحكومه للناس اللي ما عندهاش قدره، لان في ناس ما عندهاش قدره. بالظبط. لابد ان تكون يعني في عين الاهتمام والاحترام الشديد. طبعا. 3، ده يقدر. الآليات والأزمنة التنفيذية، حضرتك هتنفذ القانون ده مش في ساعة، ومفيش حاجة اسمها تطلع حد طبعا من غير ما يبقى في آليات هو يقدر عليها. أيوه. أو الدولة هتتحملها عنه. تمام. من غير ما تعمل التوازن. لا، وفي شغل كتير محدش يقدر. التوازن في الحكاية دي، يبقى أنت كده هتيجي في طرف على طرف، وهذا ما لا نقبله. وهذا ما لا نقبله.
البناء خارج الأحوازة سريعا قبل ما أشكرك. البناء خارج الأحوازة النهاردة طبقا للقانون الجديد طالما أنه بناء موجود وقائم يجوز التصالح عليه، لأن القانون قال المباني القريبة من الأحوازة العمرانية. المباني القريبة تعني أن أي كتل سكانية فيها عدد من السكان بنيين وعايشين وعندهم مرافق سيتم التصالح عليه. ده خبر هايل ومهم للناس، ومهم جدا للناس جدا. عددهم حوالي مليون حالة، مليون حالة، 970 ألف في الأمان، دول في الأمان خلاص طبعا هيقبل منهم التصالح طالما هذا الحيز العمراني في عدد من السكان في مباني منشأة ومقامة فعليا وفيها مرافق وعايشين، هيتم قبول التصالح. أتمنى الاهتمام بالمشاكل اللي زي خاصة زي بتاعت مدام إيمان اللي اتكلمت، لأنه دي حاجات ما قبل وكان في كورونا وكان في يعني، فمحتاجين نتعاون مع الناس. هنسعى ان احنا نشوف كل السلبيات اللي هتطلع في التطبيق عشان نعمل أقصى حل من الحلول ليها، سواء مع اللائحة التنفيذية اللي هتطلع في بدون شهر أو بعدها حتى في أي تصحيحات أخرى. شكرك، تشرفت بوجودك معايا الست نائب طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري. بشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.